بتوجيه من السيد محافظ نينوى ومتابعة السيد مدير تربية محافظة نينوى، قامت كوادر مديرية بلدية الموصل مشكورة برفع الأنقاض عن مواقع مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، والتي يبلغ عددها 92 مشروع. هذه المشاريع موزعة في كافة أقطية ونواحي محافظة نينوى. بدأنا اليوم والحمد لله بأول موقع من هذه المواقع، والذي يقع في حي الرفاق، وسيتم الافتتاح والبدء المباشر بالافتتاح من هذا الموقع إن شاء الله، معاون رئيس مهندسين جاسم محمد سليم، شعبة الأملاك والأراضي التربوية. نحن الآن في حي الرفاق لرفع الأنقاض من هذا الموقع الذي يتم إنشاء فيه مدرستين بساعات مختلفة، ساعة 24 وساعة 18 صف. المواقع مختلفة على مستوى محافظة نينوى بواقع 92 موقع موزعة بمختلف الأقضية والنواحي العائدة للمحافظة وللمركز. المركز كان حصته تقريبا 50 موقع. المشروع ممول من قبل القرض الصيني. المشروع مكون من تصاميم خاصة معدة مسبقا من المركز الوطني للتصاميم. التصاميم 12 صف و 18 صف و 24 صف. التصاميم جديدة، الأشكال للمدارس ستكون مغايرة للأعمال التي تنفذها مديرية تربية نينوى. المهندس الأقدم صالح حايل خضر ممثل الأمانة العامة في مجلس الوزراء